انا النهارده ان اخليه يدب معاكي خناق الرب السما ومش بيدي كروشك وارتاح منك يا رب. هنحط لك وبزياده كمان، خليها عسل عسل. اكبر بخاطر امك يا عم، امك اللي عامله الاكل. امي اللي عامله الاكل؟ اه، ممكن تكون غلطه الناس، حاجه من عندها غلطه كده ولا بتاع، انت فاهم حكم السن يا احمد. استنى يا سمو، انت نازل؟ تروح الشغل كده؟ ايوه ان شاء الله. طب اديني فلوس عشان عايز اطبخ. يلا. فلوس ايه؟ عايزه فلوس عشان اجيب لحمه عشان اطبخ عليها النهارده. ماشي حالك يا بنتي باي حاجه، اليومين دول بس حد مرض كده. ما ينفعش يا سنبل، لازم الطبيخ في البيت، انا متعوده اطبخ كل يوم. القفض ينزل بس كده فاضل يومين ولا حاجه غلط، بس وديك انت عزاه. يا سيدي ما تتصرف، انا عايزه اعمل طبيخ، ما ينفعش اعمل طبيخ من غير لحم. وكل يوم بطبخ انا لازم الطبيخ. مش ولا ايه؟ يا سيدي هنطبخ يعني هنطبخ الاكل والضحي؟ ما ينفعش، انا ما بعرفش اطبخ. بس على الله كده. ايه يا سمر بس طلع النبي في ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله والله. رايح الشغل؟ ان شاء الله. مالك يا مان؟ بقول له عايزه فلوس عشان اجيب لحمه عشان اطبخ عليها، بيقول لي ما معيش ومش عارفه ايه ومش حالي. ازاي يعني؟ حلتهم كلها كام يوم معلش؟ يا ستي لا، لازم الطبيخ كل يوم، والطبيخ ما بينفعش الا باللحمه. ماشي حتى هتتحل، هتتحل ان شاء الله. بص يا حبيبي روح الشغل وهعمل لك الاكل اللي انت بتحبه. تسلمي يا جماعه الله. تسلم يا حبيبي. يلا اهدي شويه، ربنا يوسع عليك. معلش ما فيش لاقي اي حاجه، ربنا يوسع عليك. عامه المخال اللي هتاكلي لحمه ومكرونه هتاكلي مش هتفرق يعني. البطن ما بتشكرش اساسا. اذا قلنا بس ربنا يسهل. ربنا معاك. تعالي يا مين. انت بتعملي ايه؟ انا هتصرف، تعالي اعمل له الاكل اللي هو بيحبه. تعالي. ماشي ماشي. انا داخله هنا. استغفر الله العظيم يا رب على النفاذ وحرق الدم اللي قاعد على قلبي وحرق لي دم دي للنهار، قاعده لي زي الطوبه كده على قلبي في البيت حماتي دي. ماشي اما نشوف بتعرف تتصرف ايه لما نشوف عملي فيها مش عارف ايه. تعرف تتصرف وقلبالي المطبخ عليه وطيب، وليه انا اللي هعمل وانا اللي هتصرف واعمل لك الاكل اللي انت بتحبه. طب ما بوظت لك الدنيا، استني عليا. اهدي بقى على يا مان. استغفر الله العظيم يا مان. ايوه يا ماما. استني ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت بتعملي ايه؟ بتعملي يا ماما؟ بعمل الاكل، مش قلت لها هعمل لك اكل بتحبه؟ وبهدلتي المطبخ وبهدلتي الدنيا، وهتعملي ازاي الاكل اللي هو بيحبه من غير اللحمه؟ ما هو بيتصرف، هو لازم كل يوم لحمه. اه وبهدلتي المطبخ اللي انا سهرانه طول الليل انضف فيه إيه؟ ونيلتي لي الدنيا. بص الرخامه، بص المنظر، وايه دي؟ بتحطني هنا ليه؟ انا اقول لك ايه؟ مش عارف ليه كده يا ماما. بس بس بلا كده كده بلا مش عارف ايه. ربنا يهديك يا بنتي، ربنا يهديك، ربنا يهديك يا رب. حول ولا قوة الا بالله. يا مان يا مان. ايوه يا ماما. ايوه جاي. تعالي حبيبتي دوقي كده وقولي رايك. دي الملوخيه اللي انت عملتيها؟ ايه رايك؟ طب دوقي. طيب وريني. دوقي كده شوفي طبيخ حماتك. اه ايه رايك؟ حلوه حلوه يا حماتي، جميله. ما تعرفي بس، وهي اكله بسيطه اهي. الله ينور عليك يا حبيبتي. الله ما يجي بقى الغالي ياكل منها، ده بيموت فيها. بس كده بيموت فيها. بس كده يجي بقى الغالي ايه ياكل. الحمد لله. خلصنا الاكل، لما يجي بقى حبيبي ياكل ورقاك. قرف اكلك الصايص ده اصلا، واكلك اللي بتعمل من اصله. ماشي اصبري عليا. قال ايه رايك يا ايمان؟ ايه يا مين حبيبتي؟ ايه يا ماما؟ انا رايك في الاكل؟ اه زي العسل يا ماما. اه شفتي مفيش مشكله، خلصت في نص ساعه وسنبل بيموت في اكلي. اه طبعا اكيد عارفه بيحب اكل امه قد ايه. ربنا يخليك. وبعدين اما يقبض يا ست بعت اللحمه اللي انت عاوزاه. اه تمام ماشي يا ماما. ماشي ايامك كده عدي الدنيا. ماشي يا ماما. ربنا يخليكوا لبعض. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي. وبعدين يا حبيبتي الست الشاطره تمشي بيتها باي حاجه. هي البطن بتشكر؟ لا طبعا اكيد. طيب ماشي حالك كده لحد الدنيا ما تتسهل ان شاء الله. ربنا يوسع عليه يا رب. اللهم امين يا رب حبيبتي. طيب انا رايحه اجيب التليفون تاني، قلت ان امه جايه. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليكوا لبعض يا رب. اصبري بقى عليا. انا النهارده ان اخليه يدب معاكي خناق الرب السما ومش بيدي كروشك وارتاح منك يا رب. استني بقى عليا.
نحط لك وبزياده كمان، خليها عسل عسل. ولا بنت شاف ولا بنت دي مش انا. جبت المرة يا ماما؟ اه جبته من الاوضه. كويس. طب رن على صنبل كده، هو زمانه جاي دلوقتي هتلاقيه طالع. يجي بالسلامة يا رب. اللهم امين. صدقي عارفه مين وحشني؟ احمد. اه ده بقالنا ايام مش بنشوفه. اشغاله بقى، بيشتغل ورديات وكده. يا رب يجي يا رب. يا رب. وحشني قوي والله. بقول لك ايه يا مين؟ نعم يا ماما. عايزه اكلم احمد. حاضر استنى. بس علمي افتحي لي التليفون عشان انا سامعه بعافيه شويه. حاضر اصبح هفتح لك السبيكر. حاضر. ما بسمعش بالتليفونات العجيبه دي. حاضر يا ماما. اتفضلي اهو معاكي. هيرد عليكي دلوقتي. العفو. الو الو. ايه يا احمد عامل ايه؟ ايه يا ام عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، انت عامل ايه؟ والله الحمد لله. اخبارك ايه؟ وحشاني والله. ما هو باين عليك، انت بقالك قد ايه ولا ما جيتليش هنا؟ معلش يا ام والله العظيم ما تغلطش في الشغل. معلش يا حبيبي. ربنا يقويك يا حبيبي. بص يا حبيبي، انا نفسي تيجي النهارده وتتغدى معانا. حود على اخوك في الشغل وتعالوا مع بعض. ما ينفعش تخليها بكره يا اما؟ لا يا حبيبي معلش حبيبي عشان خاطري. من عينيا يا اما. حاضر. تسلم عينيك يا حبيبي. اخوك قرب يطلع من الشغل، حود عليه وتعالوا مع بعض. حاضر يا اما. حاضر. ربنا يخليك لنا يا رب. ربنا يخليكوا تيجوا بالسلامه يا رب. يا رب يا رب. سلام. مع السلامه يا رب. مع السلامه. شكرا. قال لك هاجي يتغدى؟ اه. يجي يدوق الاكل اللي زي العسل اللي انت عاملاه يا ماما. ربنا يخليك. تسلم ايدك يا حبيبتي، يخليكي لنا. هم بيموتوا في الاكله دي. ربنا يخليكي ليهم ويخليهم لك. انا هروح احضر لهم الاكل على ما على ما يجي. روحي يا حبيبتي اتفضلي. تعالى يا باشا. حبيبي يا حبيبي. حبايبي جم. حبايبي نور عيني. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ لقيتك انزل ليه وانت حبيبي برضه؟ يلا يا عم، هو في فرق بيننا؟ تعالى يلا بينا. تعالوا والله العظيم بفرح اما بلاقيكم مع بعض كده. اقعدوا يلا. يا مين هحضر لكم الاكل بسرعه يا عم، عشان بص احنا واقعين من جوه. انت مستعجل ليه؟ جعان يا عم. انا بروح اطول بالك. يا مين. ايوه يا بابا. تعالي يا حبيبتي نحضر الاكل. ما يلا يا مرات اخويا احنا جعانين. عينيا. بسرعه يا بنتي. تعالي يا مين. انا غارفه كل حاجه اهو عشان ما تتعبيش النهارده خالص. ماشي يا ماما. ماشي حبيبتي. عامل ايه؟ والله تمام الحمد لله. انت تمام؟ شغلك عامل ايه؟ اهو تمام الحمد لله. ربنا يزيدك يا حبيبتي. اتفضل يا حبيبتي. الملوخيه اللي بتحبوها يا حبايبي. يلا. اموت الملوخيه. كل يا حبيبي. انا تسلم ايديك. تعالي يا مين خدي بيت الاطباق. يلا انت يا ماما. خدي حاجتي. تسلم ايدك. تسلمي. الاكل شكله جميل. يلا يلا يا عم. ماشي يا عم. استنى امك. ماشي يلا بينا. يلا بينا. دوس انت. ماشي انا مستنى امك. استنى مراتك. انا بصراحه عايز عيش. ايوه كده. ايوه كده. خدي حبايبي يلا. يلا يا امك. انا مش هناكل. امك يلا. انت هتقعد يلا مرات اخويا. يلا خد. يلا يا باشا زين. سموا بالهنا والشفا. يلا بسم الله. يا سم مفيش حاجه. مفيش حاجه. مفيش حاجه يا امه. ناقصك حاجه جبانه؟ لا يا امه. نفس الطعم اللي انا جبته صح؟ اه. ايه ده الملوخيه مالها؟ مال فيها ايه ده؟ ملوخيه. انت واقع منك الملح غصب عنك. ايه ده يا جدعان؟ ملح. هو في اكل كده؟ ايه ده؟ ايه يا توم؟ في ايه؟ وطعمها وحش كمان. في ايه؟ يا سنبل. ايه والله انا عاملاها جوه وانا اللي ضايقاها بنفسي. ده مش ملح بس، ده طعمها وحش جدا. الملح زياده قوي. مش معقول يعني. انا حاطه ده، انا حاطه في المعلقه. في ايه؟ معلش يا جماعة، ممكن برضه تكون هي برضه غصب عنها ولا حاجة. معلش غلطة. غلطة. معلش عادي يما. عادي يما. عادي. قلت لك ادريس ماما اللي طبخ الاكل ولا مين؟ ماما اللي طبخ الاكل؟ ايوه. ولا مين؟ متأكدة؟ ايوه طبعا. مش حضرتك اللي طبخاه؟ ما تقولي له. بس انا اللي ضايقاه جوه. انا اللي ضايقاه جوه. يما خلاص. بص يما احنا ممكن نلغي دولاب خالص. عظيم.
اهو ما عمل لك والله ما انت قايم مكاني والله ما انت قايم اقعد ياما وكمل كده ده نعمه وفضل من عند ربنا دولك اهو كملوا زي ما احنا كده ربنا يكبر بخاطرك يا رب مش عايز تاكلي لا لا طعمه احسن وفرت وخير استغفر الله العظيم يلا اعمل لنا شاي يا مراتك بتتكلم كده ليه؟ ايه يا باشا؟ يا مراتك بتتكلم كده ليه؟ بعدين ليه قاعدين وانت مع بعض؟ مش عارف انا ايه ده؟ اما اعمل لكم حاجة ثانية يا ابني والله اقعد ياما ده لو عيلتي ومخلي الام هناكله من ايدك برضه في ايه؟ ربنا يخليكم ليا بخاطرك يا حبايبي يا رب كل ياما كل ياما كل مستغربة والله حقك عليا لا لا ياما في ايه؟ بنت ياما بنت كمان اهو عشان خاطرك اهو يا ابني حد عليك يا كل ده عشان خاطرك انت بس ربنا يخليك لي ويكبر بخاطرك يا حبيبي انا عايمه يا شباب راح فين؟ مش حبيبي يعني شبعت حبيبي شبعتي؟ الحمد لله يما كملي اكلي معلش يا حبيبي والله الاكل زي العسل انا ده عليا دفاع ماشي يما تسلموا يا حبيبي ايه يا تم؟ ايه اللي فيه؟ انت ما خدتش بالك يا عم اكبر بخاطر امك يا عم امك اللي عامله الاكل أم اللي عاملة لك؟ اه ممكن تكون غلطة مست حاجة من عندها غلطة كده ولا بتاع، أنت فاهم حكم السن يا أحمد؟ وأنا عايز لك واحد أتغزك في رجلك كده أنت مش واخد بالك؟ عشان كده جبرت بخاطرها وشربت البتاع وهو عليه ملح بس كده أنا كنت عايز منك كده بس يا عم أحمد ما أنت عارف يا شمبل بقى معلش الشيطان قلت يلا الحمد لله طب نكمل ولا إيه ظروفك ولا أنت كمان هتقومنا من العيادة؟ جاية هي كده جاية